يعتبر العراق من البلدان المتهمة بالفساد في ظل وجود آلاف الملفات التي تؤكد انتشاره في مفاصل الدولة وسط صمت وتغاض من قبل السياسيين في البلاد. التفاصيل بهذا التقرير. الفساد في العراق ليس كالفساد في غيره من الدول، فالفاعل معلوم وإن تغاضت عنه الأعين، والنوع مرصود وإن اختلفت اتجاهه المواقف. فالفساد بات قاعدة يستخدم في سلب ثروات البلد، ويمارس كسلاح في الحرب المحتدمة بين السياسيين. للأسف الشديد الفساد الموجود فساد مستشري ومستفعل في كل مؤسسات الدولة العراقية، ليس هنالك مؤسسة إلا واستفحل فيها الفساد. الآن المسؤولين الذين يوصفون بالنزاهة والشفافية والأمانة هم أعداد قليلة يعني، وهم مضيق عليهم على الأسف الشديد الغالب الأغلب للفساد والفاسدين. مواطنون عدوا استشراء الفساد إلى الخلافات السياسية بين الكتل ووجود مافيات فساد تسيطر على الإدارة في الدولة، مؤكدين وجود مساومات في تعاملات دوائر الدولة وعدم إنجاز المعاملات الرسمية إلا من خلال دفع الرشا، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي واقتصاده. الدولة يعني يساومك على أحد المبالغ، يلا تدفع له مبلغ يلا يمشي لك معاملتك أو يعرقل لك معاملتك يعني بشتى الطرق، أو يعني هاي نقص بيها فلان شيء أو أي شيء يعني. خلافات السياسية والتجاذبات مع بعضهم البعض هذا أثر سلبا على الواقع المعيشي في العراق، سواء كان فساد الإدارة والمالي، وأكو هناك البعض استغلوا هذه الفرصة في سبيل كسب الأموال. نحن نقول الفساد والفساد والفساد منتشر، لا زال الفساد منتشر داخل المؤسسات العراقية. وجود بعض المافيات التي تسيطر على الإدارة العراقية، نحن طالبنا المتظاهرون في ساحة التحرير طالبوا بتغيير الإدارة من 8 سنوات هي متمسكة في السلطة. تدهور الوضعين الأمني والخدمي في العراق وعدم وجود إرادة حقيقية من قبل الجهات الحكومية أو الكتل أو أصحاب القرار، وضعف المستوى القضائي وعدم وجود حكومة مؤسسات تدير واردات البلد، أمور ساعدت على تفاقم الفساد في العراق.